موجز الواحدة فجرا من الأخبارية السورية، حياكم الله. تسلم الرئيس بشار الأسد رسالة من البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدى استقباله السفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري. وعبر البابا فرانسيس في رسالته عن تعاطفه العميق مع سوريا وشعبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدا إدانة الفاتيكان الصريحة لكل أشكال التطرف والإرهاب. ومن جانبه هنأ الرئيس الأسد السفير زيناري بترفيعه لمرتبة كاردينال، مشيرا إلى أن إبقاءه سفيرا للفاتيكان في سوريا بعد نيله هذه المرتبة يمثل سابقة سياسية وتاريخية وإنسانية. يواصل الجيش العربي السوري تحقيق الانتصارات في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وسط انهيار شبه كامل للإرهابيين. وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة الأمن والاستقرار إلى حي بستان القصر، وتواصل مطاردتها لفلول الإرهابيين في المنطقة. وسبق ذلك إعادة الأمن والاستقرار إلى أحياء الشيخ السعيد والشحادين ومنطقة الإسكان وكرم الأفندي وكرم الدعدع والصالحين، وصولا إلى جسر الحج والجلوم وباب المقام والفردوس وقلعة الشريف. ومعنا من قلب حلب مراسل الإخبارية هناك وليد هلاي. مرحبا بك وليد، ما هي آخر التطورات لديك حتى هذه اللحظة؟ نعم، تحية لك صفوان ولكل مشاهدي الإخبارية السورية من مدينة الانتصار. هذه المدينة نحن نتحدث اليوم عن عمليات عسكرية بحتة أتت من قبل أبطال الجيش العربي السوري، البداية منها السيطرة صباح اليوم على منطقة الشيخ سعيد، ومنها بدأت تنهار جميع دفاعات المسلحين في المناطق المحيطة منها، سواء كان على صعيد منطقة العمرية وامتدادا إلى منطقة صلاح الدين ووصولا أيضا إلى منطقة السكري من الجهة الغربية لمنطقة الشيخ سعيد. أيضا نتحدث بأن عمليات الجيش العربي السوري هي مستمرة حتى اللحظات عبر دك مدفعي باتجاه معاقل الإرهابيين. وهنا لابد أن نذكر بأن الأنباء تضاربت عن انسحاب المسلحين من منطقة بستان القصر، وهنا أيضا نتحدث صفوان بأن الجيش العربي السوري حتى الآن والمصدر الميداني في حلب لم يتحدث عن دخول قوات المشاة إلى منطقة بستان القصر، ولكن بحسب الأنباء التي تتضارب والشبه مؤكدة بأن منطقة بستان القصر هي خالية من الإرهاب حتى اللحظات، لسيما أنه خلال ساعات الصباح الأولى سوف يتضح الأمر أكثر ليخرج المصدر العسكري ويتحدث عما يحصل داخل هذه المنطقة. هم تحدثوا المجموعات الإرهابية المسلحة، قنوات سفك الدم السوري والصفحات المعارضة، هم تحدثوا بأن المجموعات الإرهابية المسلحة هي انسحبت من منطقة بستان القصر والكلاسة، انسحبوا من هذا المحور باتجاه من هذه المناطق باتجاه مناطق ما تبقى من صلاح الدين والمشهد. وأيضا هنالك أيضا أنباء تضاربت عن تسليم أعداد كبيرة من المسلحين أنفسهم للأجهزة الأمنية، ولكن كل هذا يؤكد فقط ساعات الصباح الأولى هي تؤكدها عبر المصدر العسكري ويصرح ما يحدث داخل. نعم، إذا نفهم من كلامك وليد أن الانتصار بات قاب قوسين أو أدنى، وهو بحكم نتائج هذا الحصار الذي أطبق على كل من السكري وصلاح الدين. صحيح صفوان، أنا لا أتحدث بأن لم يكن هنالك انتصارات، الانتصارات متواجدة والجيش العربي السوري يتقدم، واليوم الانتصار الأكبر هو السيطرة على حوالي 8% من ما تبقى من الأحياء الشرقية، وبحسب المصادر العسكرية تبقى فقط 2% من الأحياء الشرقية. أنا أتحدث أيضا عن عمليات الانتصار المستمرة من قبل أبطال الجيش العربي السوري وانهيارات المجموعات الإرهابية المسلحة. على خلفية ذلك اليوم كان هنالك الشارع الحلبي وهذا ما أدى إلى خروج الناس بكل هذه الكثافة، الآلاف خرجوا إلى الشوارع، لم تمنعهم هذه الأمطار الغزيرة حتى. صحيح، اليوم هذه الأمطار أتت معها بشائر النصر وأتى معها أيضا إقبال كبير للمدنيين باتجاه شوارع حلب وأزقتها. هم يشكرون الجيش العربي السوري، وقمنا عبر شاشة الإخبارية السورية أنا وزميلي أنس رمضان بنقل كافة وقائع الاحتفالات في كل أرجاء مدينة حلب التي تحدثت عن الانتصارات والأفراح التي وجدت في هذه المدينة التي لطالما صمدت على مدة
أعوام ماضية، حتى اللحظات هذا النصر الذي يأتي بها الجيش العربي السوري يعد لا مثيل له لكل مواطن حلبي يخرج ويشكر الجيش العربي السوري. نعم. ويشكر القيادة الحكيمة على عملياتها. نعم. وعلى قراراتها التي اتخذتها باتجاه الأحياء الشرقية. وأنا أتحدث لك صفوان عبر شاشة الإخبارية السورية أنه فعلا قاب قوسين أو أدنى لربما ساعات قليلة قادمة أو أيام قليلة، نشدد على ذلك أيام قليلة قادمة، وتعلن كافة مدينة حلب منطقة مدينة آمنة، أحيائها الشرقية هي ستتوحد مع الأحياء الغربية، وهذا لابد منه. نعم. لتبقى مدينة الصمود، مدينة الانتصار، ومدينة موحدة بفضل القيادة وبفضل شعبها الألبي. شكرا جزيلا، ننتظر دائما مزيد من الأخبار الطيبة. كان يوما حافلا بالانتصارات وبالأفراح وبالتعب أيضا. شكرا جزيلا مراسل الإخبارية وليد هناي. انتصارات خرج على إثرها الآلاف من أهالي حلب إلى الشوارع احتفالا بما حققه رجال الجيش العربي السوري. وشكرا لكل كل من يفرح في هذا اليوم العظيم. مدينة حلب، هذه المدينة الصامدة الصابرة، اليوم تعود وتنفض الغبار من عنها. أنا بهدي هذا الفوز لكل أم شهيد ضحت، لكل أم شهيد بحلب وغير حلب. هاي حلب ونحن أهل حلب، واللي كانوا عند أجل عنا ونحن كل هذا الله مع بعض حيضلي بعض الحمد لله رب العالمين، والنصر لكل سوريا بإذن الله. وسياسيا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة لضمان أمن الممرات التي تفتح لخروج المسلحين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. ودعا لافروف من بلغراد الولايات المتحدة إلى إقناع المسلحين بالخروج من مدينة حلب للحفاظ على أرواح المدنيين هناك، وأشار إلى أن الهجوم الذي نفذه إرهابي داعش على مدينة تدمر جاء لصرف الانتباه عن حلب، وأكد أن مقترح الولايات المتحدة عقد هدنة في المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية في حلب عديم الأفق. ختام الموجز، إلى اللقاء.